من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام، مع السلامة ومرحبا بكم. تحية طيبة تصلكم من إذاعة الحياة FM، إذاعة القيروان للصحة. إذا حلقة جديدة من برنامجكم اللي تعودتوا به توا، برنامج من الجامعة نبني الوطن. طبعا سيبنى هذا الوطن بالمراهنة على التعليم العالي والتعليم بشكل عام، ثم البحث العلمي، هكذا تبنى الأوطان. إذا الحلقة اليوم كالعادة يرافقني فيها أخويا نوفل الشرطاني في هندسة الصوت، ومحمد سيف بولعريس في الهندسة التقنية. إذا اليوم الضيوف متاعي إن شاء الله جاونا من جامعة المنستير ومن جامعة سوسة، معناها عنا ضيوف كاليبر معيار علمي كبير اليوم. إذا سعيد جدا باستضافة الدكتورة سلمى النجزاوي البجاوي، وهي أستاذ محاضر بجامعة المنستير، ثم هي أيضا رئيسة جمعية التونسيات للرياضيات. وما أدراك ما الرياضيات؟ إذا الدكتورة سلمى مرحبا بك. مرحبا بك سي طارق، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الحياة FM. شكرا، مرحبا بك. وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نقدموا الإفادة. مرحبا بك، إن شاء الله إن شاء الله ننتظر منكم إن شاء الله إفادة كبيرة إن شاء الله. أيضا يرافقني في حصة اليوم الدكتورة زغاريد زين العابدين التومي، وهي أستاذ محاضر طبعا في الرياضيات من جامعة سوسة، وهي الكاتبة العامة لجمعية التونسيات في الرياضيات. دكتورة مرحبا بك. مرحبا بك سي طارق، وشكرا على الاستضافة. نحيي المستمعين الكل ونشكرك على البرنامج اللي تقدم فيه واللي يقدم إن شاء الله الإضافة في المشهد الثقافي في البلاد. إن شاء الله نورتونا ونورتوا إذاعة القيروان للصحة ونورتوا القيروان. إذا باش نبداو ساعة احنا حصتنا اليوم مع رئيس جمعية التونسيات للرياضيات، نبداو بلمحة عامة على الجمعية هذه، كيفاش تأسست، شنية معناتها، شنو دورها، شنية أنشطتها، شنو تعمل، أعطينا فكرة على الجمعية هذه. جمعية التونسيات للرياضيات تأسست في جوان 2015، وصارت النشرية نتاعها في الرائد الرسمي في 2016. نعم. وبدات الأنشطة نتاعها من وقتها افيك مع مجموعة مؤسسة متترأسها السيدة سيمة الخنيسي. نعم. احنا خذينا الغوليف، دونك كملنا المشوار. نعم. ومن 2018 على راس الجمعيه نتاعنا. نعم. دونك الجمعيه نتاعنا الهدف نتاعها دونك تعنى اولا بالرياضيات، بشان الرياضيات وتطوير الرياضيات في مجالها البحث كمجال البحث العلمي. نعم. وكذلك في مجال تطوير التعليم الرياضيات. نعم. مجال البيداغوجي، طرق البيداغوجيه لتدريس الرياضيات. الرياضيات. نعم. نهتم بالمجالات هذوما الزوز، ونعنى خصوصا بحضور المرأة في المجال العلمي في الرياضيات. نعم. عندنا خصوصية الجمعية متاعنا. نعم. أننا نهتم بنساء الرياضيات، نشجعوهم ونقدم لهم الدعم، كل الدعم باش يطوروا وباش يساهموا في بناء المشهد العلمي في الرياضيات. نعم في نعم. دائما تفضل اي تفضل. فات والجمعية متاعنا تلعب دور هام برشا في لا فيزيبيليتي، الرؤية على شكل انترناسيونال، دونك تعريف بمجهودات المبذولة في تونس ودور المرأة الفاعل في مجال البحث العلمي. نعم نعم. دائما في إطار التعريف بجمعية التونسيات للرياضيات نتوجه للدكتورة زغاريد زين العابدين التومي، وهي كاتبة عام، الكاتبة العامة للجمعية المذكورة. إذا على سبيل معناها الترفيه دكتورة، دونك توا مثلا كي نحكيو على المجال الهندسي ولا الهندسة الميكانيكية ولا كذا، الهندسة الميكانيكية ربما تتطلب مجهود بدني، ونقولوا لهنا معناتها نشجعوا المرأة على أنها معناتها تدخل في هذه، لكن الرياضيات ما هو بستيلو معناها الديمونستراسيون. علاش فما جمعية الرياضيات التونسيات للرياضيات؟ علاش حكر على المرأة معناها؟
هو مش حكر على المرأة، أما خاطر راهو المشهد رغم ما يبدو اللي هو مشهد معناها باهي في معنى كونه راهو عنا احنا في تونس النساء موجودات في المجالات الكل، راهو ماهوش صحيح. خاطر كي نجيو نعملوا الإحصائيات على أرض الواقع نلقاو اللي خاصة في مجال البحث العلمي وفي المجال الجامعي النساء ماهمش موجودات بنسبة كبيرة، خاصة كي نطلعوا في الدرجة. معناها كي نحكيوا على احنا نقولوا الكور آ معناها بالنسبة أستاذ محاضر أستاذ تعليم عالي نلقاو قلة في دونك في العدد هيك يكون ممثل بالنساء، دونك ما عندناش تمثيلية باهية بالنسبة للنساء. كيف كيف مثلا كي نحكيوا على جانب في المجالس العلمية في المؤسسات الجامعية في الجامعات فما قلة قليلة من النساء اللي يوصلوا المناصب كيما هكاك. هيك علاش احنا ماذا بينا كي نوصلوا مثلا نحكيوا على نسبة الدكاترة تلقى النساء موجودين بكثرة. نعم. مي إذا كان وصلنا مثلا بالنسبة للأستاذ مساعد بعدها تولي نسبة النساء تقل وتلقى المشهد طاغي عليه في العدد نسبة الرجال. علاش؟ علاش هيك؟ علاش احنا خاطر لاحظنا اللي المرأة ممكن كخصوصيتها كمرأة توصل لدرجة معينة تكمل البحث نتاعها تاخذ رسالة الدكتوراه تخدم على روحها وتولي عندها مشاغل أخرى بالضبط اللي تبعدها على معناها على البحث العلمي وتولي تخصص حياتها أكثر للعائلة احنا ماذا بينا الفكرة هيك تتنحى؟ معناها ماذا بينا المرأة تنجم توفق بين الزوز؟ نعم. مع احنا هيك الهدف صرتو نتاعنا نشجعوها نعطيوها امثله معناها امثله حيه منا احنا معناها من الجامعيات نقولها هاو فما تنجم توفق بين الحياه العائليه وبين البحث العلمي وبين حياتك الجامعيه نوعا ما. نعم. هذا هو اهم حاجه معناها بالنسبه لي. نعم. يعني هو نجم نقدم اضافه في طبعاً في الموضوع طبعاً. احنا الجمعيه نتاعنا وقت اللي توجدت في ان كونتكست انترناسيونال في معناها توجدوا في نفس الوقت وهي قبلها شويه 2013 جمعيه افريقيه تعنى بنساء الرياضيات. نعم. وعندنا زاد ان كوميتي فور وومن ان ماثماتكس دونك لجنه تعنى للنساء في الرياضيات وهذوما توجدوا وهي منبثقه عن الاتحاد العالمي للرياضيات. نعم. يعني انتم في علاقه بالاتحاد العالمي للرياضيات بطبيعه الحال بطبيعه. نعم. الحال. نعم. احنا الدوره نتاعنا ان نعرفوا بالمجهودات اللي صايره في تونس. نعم. اذا كان فما ايجابيات نثمنوها ومعناها قمنا ببحوث في المجال هذايا في الجندر جاب اللي هو العلميه ما بين النساء والرجال. نعم. عملنا عنها شويه عندي بعض الارقام فما فيها الايجابي وفيها السلبي فيها معناها دكتوره سلمى شبيكم احنا نفرحوا معناها كيف ايه؟ كيف نلقاو حاجات كي نلقاو ارقام ايجابيه نكونوا ايه؟ سعداء ان نعرفوا ببلادنا ونكونوا فخورين معناها طبعا هو طبعا. لكن شبيكم حاطين رجال في مخافكم انتم نساء شكون شدكم على البحث العلمي؟ يعني هما النساء في الرياضيات تغدر وهي الدكتوره زغريد معناتها لخصت الحكايه صحيح. اني المراه ملي تاخذ معناتها منصب كيف ما نقولوا ماتر اسيستانت معناتها أستاذة مساعدة للتعليم العالي أيه. تغلب عليها كما نقولوا طبيعتها وصغيرات ومش تربي صغيراتها ويكبروا كذا، في حين أنا شخصيا ما نشوفش أنه فما تعارض بين أنها تتلهى بحياتها العادية وفي نفس الوقت تعمل معناتها البحث العلمي في الرياضيات، خاصة أنه البحث العلمي في الرياضيات معظم الأوقات هو نظري ومعناتها وبالتالي فماش حتى حاجة تمنعها معناها اي اما فيد هذا هو راه اما يلزم فما وقت يلزمك تخصصوا للبحث العلمي فما طبعاً. فما زاد اراده يلزم زاد نشجعوها باش تقدم في البحث العلمي. نعم. وراهو المراه وقت اللي ما تعملش توقف البحث العلمي نتاعها وقت اللي ما تعملش لونكادرمون تاثير فما حاجات اذا كان ما تعملهمش وما نعم. يصير شكل الاستمراريه راهي الدوله باش وصلتها دكتوره في الرياضيات راهي خسرت عليها برشا فلوس. نعم. ومطلوب منها هي توصلت مستوى معين معناها نتاع علمي بطبيعة الحال لازمها تعطي الغلاف لازمها لازمها هي تأطر شباب ويلزم الشباب هذوك باش ياخذوا المشعل وهكذا. نعم. إذا كان تقعك الريبتور القطيعة هذيك نوخروا دونك فما دي لابوغاتوار يشكيوا ما عادش فما أساتذة مؤطرين مخابر. نعم. هذا ما نحبوش نطيحوا فيه. نعم. والدولة صرفت دونك ماذا بينا نكونوا نردوا لها تلقى يعني كيف ما أتروك أتر الناس معناتها وهذيك هي حلقات الحياة تستمر كيف ما اتروك معناتها تونس محتاجه لنا باش نقدموا الاضافه ونقدموا بالضبط. العمل نعم وكما يقول الشاعر
محمود درويش فكر بغيرك، معناها انت فكروا فيك العباد، فكروا فيك العباد وعملوا لك التاثير نتاعك، مش انت خذيت البلاصه نتاعك تقتصر على ذاك الحد وتقول انا تو باش نتلهى بحياتي. اذا فكر بغيرك، فكر بك الوليدات. وحاجه اخرى برشا برشا نساء يقول لك ليه ما نجمش وظروفي ومعناها والصغار نعم. لكن احنا في الجمعيه نتاعنا نقدموا لهم دي امثله نعم. نتاع النساء ناجحين ونجموا يوفقوا ما بين ناجحين في حياتهم العائليه وناجحين زادة في مجال البحث العلمي. نعم نعم طبعا اكيد جدا هو ما فماش حتى تعارض بين نجاح الانسان في حياته وما بين البحث العلمي اللي يقوم به. هي دكتوره زغاريد باش نعطيك انا بطبيعتي الكلمه وتعطيني الاضافه وتعطيني يعني انتم بالاضافه للتعريف على المستوى الوطني او المستوى العالمي على المجهودات تقوم بها الدوله في اطار تشجيع النساء على البحث العلمي في مجال الرياضيات، شنو تعملوا اخر بخلاف انكم تشجعوا ولا تعطيوا الامثله وكذا، شنو تعملوا مثلا؟ احنا مثلا عندنا في اطار التشجيع على البحث العلمي بالنسبه خاصه للنساء نعم. عندنا في الجمعيه زوز جوائز نعم. دونك هذوكم جوائز اللي هي كل سنه تتنظم. دونك الحكايه هذه جوائز، جائزه الاولى هي جائزه لاحسن رساله دكتوراه للنساء بالنسبة لمجال الرياضيات نعم. والجائزة الثانية هي أحسن رسالة دكتوراه للنساء في مجال الرياضيات التطبيقية نعم. احنا عملنا معنا شوية فصل بين الرياضيات اللي نقول الماتيماتيك بيور نعم. والرياضيات التطبيقية. الجوائز هذوما هما جوائز دونك مالية فيهم شوية تشجيع معناها مالي فلوس فوالا نعم. واللي ماذا معناها الهدف منهم تشجيع الباحثات خاصة الشابات باش يكون العمل نتاعهم عمل ذو قيمة ويكون فيه إضافة على للمشهد العلمي للبلاد نعم. ككل. هنا والله أنت جبت لي سؤال معناها هنا نفترضوا السنة في تونس مثلا فما 10 رسائل دكتوراه في تونس في الرياضيات واضح باهي، العشرة هذوما فيهم 5 بنات وخمسة أولاد باهي، أنتم جائزة احسن رساله دكتوراه في الرياضيات يعني. معناها تمشيوا لك الخمسه فقط ولا العشرة؟ لا للخمسه، هي للخمسة خاصة فقط بالنساء. خاصه بالنساء، خاصه بالنساء. هي هنا هو الهدف زاد الهدف معني هو ان نقصوا هك النظره اللي المراه مثلا كما فما ملكه الجمال مثلا مسابقه نعم. ملكه الجمال في النساء هي. عنا زاد مسابقه احسن رساله دكتوراه للنساء دونك تساهم في القطع مع ستيروتيب كوني المرأة تمثل كان معناها هكا في المجال العلمي فما تميز للمرأة زادة اي تو انا لهنا معناتها مثال شو يعطيكم الصحة والنساء النساء الله يعيش النساء وطبعا اذا كانت تحب تعيش مرتاح قول الله يعيش النساء الى اخره ولكن تو انا ربما ان تعجبني الحكاية لو كان مثلا مرأة تكون هي أحسن معناتها صاحبة جائزة أحسن دكتوراه في الرياضيات في الكل أما توا معناها توا كي تكون أحسن رسالة دكتوراه في الرياضيات في النساء كهو هل موجود معناتها على فقط نفيد السادة المستمعين هل موجود جائزة أحسن رسالة دكتوراه للرجال مثلا في تونس احنا عندنا في تونس؟ ما عندناش دونك احنا توا احنا نشجعوا باش يعملوا جوائز معناها كل راهو مهم ان نثمنوا العمل اللي قاعد يتعمل البحث العلمي نعم. وانا ادعو معناها للجمعيات اللي مهتمه بالشان هذايا نعم. نشجعوا علاش ليه معناها راهو لي كومبيتيسيون مهمين برشا في الرياضيات نعم مسابقات مسابقات في الرياضيات مهمين برشا ويساهموا في دفع لا هو الحقيقه انا معاك على طول الخط تبارك الله كل شيء اما انا احنا راهو في الجمعيه نتاعنا عندنا زاد جائزه اخرى للنساء والرجال وهي جائزه عالميه تمثل في جائزه فاطمه معلم اي اللي هي اول امراه تونسيه تاخذ الدكتوراه ديتا نعم عام اول تونسيه اول معناها حتى على نسبه الرجال والنساء كما تحكي انت ان شاء الله باش نحكي تمثل الجائزه هذه تمثل في تبسيط الرياضيات نعم. ان بروجي دو فولغاريزاسيون نعم مش معناها مش رساله دكتوراه انما يحضر مشروع نتاع تبسيط المفهوم علمي نعم. يكون هو ماهوش متوجه للعامه نعم. يردوا نعم. فولغاريزي يردوا مقبول من نعم. اذا عندنا
الجائزة هذه كل سنتين. نحكيو إن شاء الله على الجوائز في القادم إن شاء الله. إذا توا مالا قلنا أنه فما جائزة هم زاد الرجال مع النساء، يا لله يكثر خيركم، يا لله بارك الله فيكم كي تفكرتوا الرجال باش ياخذوا الجوائز زاد هما. إذا نواصلوا الحديث إن شاء الله بعد الفاصل مستمعينا الكرام، إن شاء الله ربي ينور ذاتكم، نرجعوا لكم بعد الفاصل. من الجامعة نبني الوطن، من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. إذا مازلنا مع ضيوفنا الكرام سلمى النكزاوي البجاوي اللي هي أستاذ محاضر في الرياضيات، ثم زغريد زين العابدين التومي اللي هي أيضا أستاذ محاضر في الرياضيات، الرياضيات وما أدراك ما الرياضيات. إذا معنا من فرنسا أيضا باش تدخل معنا الدكتورة ناهد ناصر، وهي صاحبة جائزة أحسن رسالة دكتوراه في الرياضيات التطبيقية لسنة 2020. إذا الدكتورة ناهد مرحبا بك، شرفتنا. يا عايشك على السلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ونشكركم على الاستضافة، يعطيكم الصحة. مرحبا بك، احنا دورنا، احنا برنامجنا من الجامعة نبني الوطن، ودورنا نعرفوا بالكفاءات العالية متاعنا هذية، معناها مرحبا بك، هو في الحقيقة الشرف لنا احنا، معناتها ربي فضلك وربي نور ذاتك، وشكرا على قبول الدعوة. الحقيقة أنا باش نسألك على الجائزة هذه أحسن رسالة دكتوراه في الرياضيات التطبيقية، أما قبل ذلك نحب نسألك على موضوع رسالة الدكتوراه والمجهودات الجبارة اللي سيادتك بذلتها باش تتحصل على جائزة أحسن رسالة دكتوراه في الرياضيات. على شنو تحكي التيز نتاعك على رسالة الدكتوراه نتاعك؟ بون التيز نتاعي تحكي على اون نوفيل ميثود بور ريزودر ان فيت اون ايكواسيون نون لينيير، طريقة جديدة لحل معناها معادلة رياضياتية نون لينيير، هذه ما نعرفهاش بالعربي. اي بالعربي ما نلقاش ساعات ما يسالش تفضل. اي مثال دونك فوالا، مي جوست باش نقول اللي معناها سو تيب ديكواسيون معناها بو موديليزي ينجم معناها لا ديناميك دو لا بوبولاسيون اوسي، اي بو موديليزي اوسي معناها سو تيب ديكواسيون ليفولوسيون تاع باغ اكزومبل عفانا افيك والله الامراض السرطانيه والكل لو تو معناها كيفاش معناها سا اوغمونت او كور دو تون لي مالادي هذوما الكونسيروز لطف يا ربي الامراض السرطانيه معناها نمذجه الامراض السرطانيه عن طريق معادلات رياضياتيه نمذجه دونك ان فيت هما لي مات ابليكي سي اون بو ابليكي لو مات plusieurs domaines. Parmi les domaines, il y a la médecine, la biologie, dans plusieurs domaines. Il ne faut pas être limité à la maths. À quoi ça sert الرياضيات التطبيقية. معناتها الرياضيات اللي يسمع رياضيات يقول لك معناها معادلات رياضياتية ونبين واللي هذه صحيحة وهذه مش صحيحة ودي تيوريم نعملوا لهم ديمونستراسيون وكل شيء باهي، لكن فما الرياضيات التطبيقية اللي سيادتك معناها فاجأتني توا قلت لي الرياضيات هذيا معناتها رسالة الدكتوراه نتاعك معناها توصلت المعادلات ربما لمراقبة تطور نسبة السرطان عافانا وعافاكم الله جميعا وتدخل طبعا في حياتنا اليومية الرياضيات. قديش قعدت فيها رسالة الدكتوراه يا دكتورة؟ خمس سنين. إذا خمس سنين وأنت تخدم ليل ونهار باش في الأخر ربي يوفقك واخذيت جائزة أحسن رسالة دكتوراه في الرياضيات التطبيقية لسنة 2020. باهي، أنت توا وين موجودة يا دكتورة ناهد؟ وين موجودة؟ أنا توا في فرنسا، بلو بريسيزامون في سان تيتيان. فاش تعمل في فرنسا؟ فاش تعمل؟ مشيت تعمل في دورة ولا فاش تعمل أنت في فرنسا؟ لا نقري في فاك بريفي. تقري في كلية خاصة. معناها سامحني يا دكتورة، أنا الحقيقة نحب نسألك سؤال، معناها أنت خذيت جائزة أحسن رسالة دكتوراه في الرياضيات 2020 خذيتها في تونس هكا ولا؟ في تونس أي في خذيتها في تونس ومن بعدين عبيت الفليجة والهاند باج وواحد كل شيء ومشيت لفرنسا. ورجعت لفرنسا. إي ربحت ياسر تونس، أنت تو مشيت لفرنسا بعد ما خذيت جائزة أحسن واحدة في الرياضيات في تونس، عليها مشيت، علاش قررت الرحيل؟ لماذا سألتينا الرحيل؟ قررت الرحيل خاطر برشا عوامل ان فيت خاطر في تونس دو لي ديتاي مي في هنا لي كونديسيون دو ترافاي ان فيت في تونس بارابور على تونس لهنا خير برشا، يعني مش معناها تونس خايبه ولا حاجه، اما
لهنا يا اخي لي كونديسيون دو ترافاي لهنا ظروف العمل من أي تلقى ناحية؟ في الشغل أي ناحية؟ في أي ناحية ظروف العمل غادي خير مثلا؟ من اي ناحيه. تو باغ اكزومبل احنا في تونس تو احنا برشا انا برشا دي معناها دي دكتور شومور بعد ما يعمل التيز يقعد دكاترة عاطلين عن يعمل العمل. معناها دي زور فاكاسيون اللي هما نعم معناها سون با فريمون سوفيزون معناها بوغ ان دكتور يعمل ما نعرفش قداش الحقيقه ساعه والا يستنى كونكور يتحل وكونكور جوست معناها ان نومبر ليميتي حاجات مع نومبر ليميتي وشوف ينجح شوف لا. دونك معناها الاسباب بالاساس هي للتشغيل، معناها انا نتعب ونشقى ونعدي عمري كامل نحل في المعادلات وبعدين نقعد في الدار معناها نقشر البطاطا ونعمل المكرونه هكا ولا. دونك انت قررت باش تمشي هناك لانه ربما ظروف العمل افضل ولاني الناس ربما غادي تعترف بالشهيد نتاعك اكثر. لقيتش باللي لقيتش معامله خاصه بحكم حصولك على احسن جائزه؟ لقيت الحقيقه لقيت سمعوا بيك معناها غاديك وثمنوا الشيء هذايا معناها ان فيت في الخدمه كي سمعوا بيا عملوا لي اون سيربريز معناها كنت انا صباح نهار اثنين الصباح نقام عملوا لي احنا كنا عندنا غينيون معناها تاع لي بيرسونيل تاع الفاك ولي زونسيديون والكل اي بعد تفاجات انهم عملوا لي هكا اون بتيت فيت و pour me féliciter على البري هذايا وقالوا لي اني فيير دو توا وبالعاو حاجه تعرفنا اللي انت معانا الحقيقه قدروا على الاخر معناها نعم اللي هو اسمعني هو حتى نحن نقدروا ان شاء الله اما المليح يبقى شويه وما يسالش نكونوا كيف ما قالت زميلتنا نقولوا نكونوا بوزيتيف شويه معناها حتى احنا بيدنا نقدروا اما شنو المليح يبقى باهي. انت توا تخدم في جامعه خاصه غد أي بالضبط هو اصلا هو اصلا هو الجمعيه التونسيات للرياضيات ديجا هي اعطتك جائزه واعترفت بالمجهودات اللي تقوموا بها كل شيء. بقى تو انت في فرنسا تخدم في جامعه خاصه كليه خاصه أي. تخدم في كليه خاصه يعني فما مجال انك تقدم على انتداب معناها مترسمين مثلا يتحلوا دي بوست يتحلوا فما ان شاء الله وين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الى مليون معناها سون سي في والكل وبعدين ان شاء الله نعم. باش نسالك انا اخر سؤال دكتوره ناهد ونعاود نشكرك على قبول الدعوه نتاع التدخل معنا. انت توا معناها وكانت تتاح لك ظروف افضل شويه من الظروف الموجوده حاليا والحقيقه نحبوا نستفادوا احنا ما زاد فكر بغيرك معناها كيما تعبنا عليك وخرجناك دكتوره ما شاء الله فهمتني معناتها نهار تتاح لك الفرصه باش ترد لتونس العزيزه شنو تعبت عليك مستعده تسيب كل شيء في يدك وترجع الجميل الوطن ولا نفسي كيف ما نقول المصري؟ لا 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 بالعكس انا نحب نخدم في بلادي بالعكس انا وقت اللي انا عمري ما ننكر انك خرجت لفرنسا تونس اللي عطاتني البورس دالتورنونس معناها مش فرنسا عطاتني البورس ربي يفضلك يعني بلادي شجعتني صحيح اذا انا نشكر تونس اللي عطاتك منحه الدراسه لبرا وهكا شفت كيفاش تونس راهي باهيه تونس باهيه اما هاكا شنو لحمه الكرومه متاكله اما ما يسالش جنرالي دكتور شومور هكا يعملوا في الغرب لا معاك نفهم معناها حاجه بالحقيقه ما تشجعنيش اني باش نرجع اما كي تتاح فرص معناها عمل خير ودي كونديسيون دو ترافاي خير بالعكس بالضبط هو الدكتور معناها الدكتور يكمل رساله الدكتوراه نتاعو في 33 34 عام ويزيد 10 سنين بطاله هذوما 44 ومع شويه ياس وشويه درشنوه وشويه درشنوه لوصل لل 50 حياك الله اش مازال فيها حياته. دونك انت مشيت تخدم غديك لكن نهارت اللي تونس تقول لك مرحبا بك تقولها انت مرحبتين مش مرحبا واحده. اذا احنا ما عندناش حتى شك في هذا يا ربي فضلك وربي ينور ذاتك. يعيشك انا تونسيه بالاساس معناها طبعا وعمري ما ننكر معناها فضل بلادي وبالعكس ونشكر ديجا معناها الاسوسياسيون معناها اللي الجمعيه الجمعيه اللي فوالا اللي كرمتني ولان جيت بالذمه معناها خليت معناها خليت تكون جي وهبطت بالذمه غيان كو باش بور اسيستي سيت سيريموني معناها باش نكون صح باش نحضر للحفل لبلادي معناها فوالا حتى لهنا في فرنسا تولي بالعكس يقول لك المهم ربي يفضلك يا دكتوره نهاد ناصر بارك الله فيك على قبول الدعوه فرحانين سعيد جدا بنسمعوا الخير كل الخير على نسانا اللي شرفوا في بلادنا وفي النهاية شوف راهو العين عمرها لا تعلى على الحاجب ورايتين تونس تقعد في القلب ونسانا ما شاء الله عليهم متميزات معناها في جميع معناتها مجالات العلوم ربي فضلك وربي نور ذاتك سلم لنا على زملائك اللي يخدموا غاديكا
وقول لهم راهو نعترفوا حتى نحن ان شاء الله ونثمنوا البحث العلمي. ربي يفضلك، سعيد جدا باستضافتك، ان شاء الله نتقابلوا في فرص اخرى ان شاء الله. ربي يفضلك، عايشك. على ذكر البطاله اللي دونك دكتوره هي موضوع لا لا مش نجيك دكتوره سلمى، مش تعطيني ارقام تخص تدخل او وجود المراه في مجال البحث العلمي في الرياضيات، ثم في البطاله مش نعطيك المجال مفتوح ليك، تفضل خذ الكلمه. شكرا سي طارق. دونك نبداو بالارقام الايجابيه. نعم اي مدبين. حسب البنك العالمي تونس هي في المرتبه الثانيه في عالميا في حيث حضور المراه في المجال العلمي. نعم. تمثل المرأة 55.4%. نعم ما شاء الله. أي. أكثر 55% مقارنة بشنو؟ 4% من المجموع، معناها الباقي هما رجال. أكثر من معناها أكثر شوية من نصف الباحثين واللي يخدموا في المجال العلمي هما 55% نساء. نساء. واضح. إذا نستسمحك دكتورة، إذا المرتبة الثانية عالميا. إي لا هو توا الأولى عربيا وإفريقيا. باش نرجعوا لها الأرقام، ولكن المخرج من هناك يرفع لي في يده ويقول لي جاء وقت الفاصل. إذا مستمعينا الكرام نخرجوا فاصل ثم نعود. من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام نجد لكم التحية من إذاعة الحياة اف ام، إذاعة القيروان للصحة. الحقيقة الصحة نقصدوها ما هيش طبيب ودواء وصيدلية، ولكن الصحة في مفهومها الشامل وهي الرفاهية التي ينجم يحس بها معناها المواطن التونسي في هذا الوطن العزيز. إذا نوصل الحوار مع ضيوف الكرام سلمى أو الدكتورة سلمى النقزاوي البجاوي اللي هي أستاذ محاضر جاتنا من جامعة المنستير، ثم الزغاريد زين العابدين التومي اللي هي أيضا أستاذ محاضر في الرياضيات اللي جاتنا من جامعة سوسة. إذا الدكتورة سلمى كنت تحكي لي أنت توا على بعض الأرقام، وقلت لي أنه نسبة حضور المرأة في البحث العلمي 55.4%، بالتالي هي فاتت حتى نسبة حضور الرجال في البحث العلمي. وصل لي في الأرقام هذه. عندنا زيد المتحصلين على الشهائد العليا 65% منهم هن النساء. نعم. دونك 65%. الشهائد العليا بصفة عامة. بصفة عامة. نعم. بصفة عامة. 69% من رسائل الدكتوراه. نعم. للنساء. للنساء. 69%. فما زيد أرقام البطالة. دونك البطالة الشهيد النساء أصحاب الشهيد العليا عندهم بطالة 41.1%. هذوما نساء. نساء أي مقارنة بالرجال قداش؟ الرجال عندهم 21.4% فقط، الشطر تقريبا. إي هذوما كي نجمعهم هم يجوا 62%. لا كل واحد على معناها اللي عندهم أي معناها النساء اللي عندهم الشهيد العليا هذا حسب المعهد الوطني للإحصاء 2015. نعم نعم. قبل التسكيرة نتاع لي ريكروتمون. دونك هذوما اللي عندهم الشهيد العليا. نعم. اللي عندهم مجموع النساء اللي عندهم شهيد العليا البطاله تمثل 41.1%. نعم. والاولاد اللي عندهم شهيد عليا البطاله النسبه نتاعها 21.4%. يعني توا انت قلت لي هذايا في 2015. بون الكورب هي لينيات ومعناها هو توا نسبه حضور المراه في البحث العلمي 55.4%. 55.4%. ونسبة كبيرة معناها ونسبة البطالة نتاعها 41 مقارنة ب 21% للراجل. هذه بالنسبة لحاملي الشهادات العليا. لا ما نقارنوش من النسب، كل واحد معناها سيباري معناتها واضح واضح. فما مشكل في التشغيل للنساء معناها. نعم. فما مشكل حظوظ عندها، فما مشكل دونك عندها أقل حظوظ للعمل. وبالنسبة للعدد زاد الكبير نتاع تواجد المرأة في توا في التعليم العالي راهو ماهوش أن بون سيني، ماهوش حاجة إيجابية. احنا نحبوا معناها لازم فما يكون توازن. نعدلو شوي. اذا كان فاتت 60% نسبة. نعم. حضور النساء في التعليم العالي. على خاطر تو سامبلومون اللي ما عادش فما افاق، على خاطر سيني دالارم معناها. نعم. يلزم السياسات نتاع الدولة تتبدل. نعم. باش تكون المجال العلم يكون اكثر جاذبيه. نمشي للدكتوره الزغاريد. الزغاريد عندي ارقام اخرى فيما يخص حكيت عليها زغاريد بكري شويه. أي. على الحضور في الدرجه نرجعوا لها الارقام. مازلنا مواصلين نرجعوا للارقام، اما نرجع للزغاريد الدكتوره الزغاريد توا معناها
المرأة التونسية ونحييو كل النساء اللي يسمعوا فينا. باهي حتى حد ما عمل سياسة في تونس أني سياسة إقصائية، حتى واحد ما عمل سياسة إقصائية، المجال مفتوح للمرأة للبحث العلمي للدراسة للعمل، ما فماش كونكور في تونس يهبط يقولوا فيه نساء لا نساء هكا ورجال هكا، ما فماش. ولكن الأرقام تقول أنه فما مثلا عدم كما نقولوا مساواة ربما في الحضور، هذه الأمر الدولة أش مدخلها فيه؟ معناتها يقول القائل احنا كي نقولوا لابد من سياسات الدولة كل شيء، الدولة أش مدخل؟ الكل قدامك اقرا على روحك، البحث العلمي قدامك ابحث عن روحك، الكونكور كي يهبط قدم على روحك، دونك الدولة هنا شنو السياسة اللي تنتظروها منها معناها؟ لا هو هنا بالنسبة للنقطة هذه سياسة الدولة ممكن هي تكون حاجة تابعة للمجتمع، خاطر راهو معناها نوعا ما في التشغيلية نحكيو، خاطر هي تشغيلية مش كان في مجال في الدولة، معناها في المجال العمومي نحكيو حتى في المجال الخاص. نعم. دونك على المجال الخاص وقت اللي بالنسبة لصاحب المؤسسة اللي باش يشغل ينجموا يجيوه كما قلت المرأة والراجل بنفس الشهادة. نعم. هو يفضل الراجل على خاطر المرأة تنجم تعرس تنجم تهبل والرجال نسمعوا منهم في نفس الحديث، الرجال يقول لك كي نمشي نقدم انا ونقدم بنايه ياخذ بنايه ياخذني شيء. لا اما سمح لي الارقام، الارقام اللي تقول اللي مثلا على 100 راجل متخرجين عندك 20 ما يخدموش، على 100 امراه متخرجين عندك 40 ما يخدموش. إيه الارقام تقول عكس اللي يقولوا فيه. لكن هذايا ربما يرجع المعطيات اخرى، معناها معطيات ربما تتعلق ب ب ب ب ب ب فوالا. ولكن انا الحقيقه معناتها ما نراش صاحب العمل كي تجيه بنيه كومبيتونت معناتها في اختصاص معين يقولها لا. احنا كي قلنا سياسات الدوله ماناش طالبين تمييز ايجابي للمراه. لا مش هذا، لا مش هذا، لا مش هذا، مش هذا، انما تحسين تحسين البحث العلمي اجمالا، معناها انت وقت اللي تحسن في وضعيه للكل معناها للنساء وللرجال. نعم. وقتها توي توجد معناها الراجل باش ياخذ بلاصته والمراه زاده باش تاخذ بلاصتها باش تصير الكونكورنس. نعم. توا شنو اللي صاير؟ فما استقاله نوعا ما من الناس الكل معناها موخره. البنات بون ما عندها ما تعمل تكمل في التحليل في التعليم نتاعها. وضع عام يعني. اي وضع، الوضع ماهوش باهي. وضع عام. احنا كي طلبنا سياسه سياسه تصليح الوضع العام هذه. نعم. تراجع سياساتها في التشغيليه. نعم. في الاهداف نتاعها، في اللي انت تخرج في 8000 معناها دكتور علاش شنو باش يعمل. نعم. وين باش يخدم، شنو حضرت لهم كمشاريع. نعم. نعم. هذا هو. معناها حتى كي حكيت على السياسات مش. نعم. سياسه خاصه بالمراه، سياسه خاصه بالمجتمع الكل، هي كي تتحسن الوضعيه راهي للناس الكل باش. نعم. يقع بطبيعته الاكيليبر، باش يقع التوازن معناها ما بينات. اما هو مؤشر وقت لحضور المراه بصفه كبيره راه مؤشر ان الوضعيه خايبه. نعطيك مثال، مثال مثلا الفلاحات، الفلاحات تلقى عدد كبير نتاع النساء تعمل في الفلاحه. نعم. وفما عزوف من الاولاد. نعم. توا في مجال البحث العلمي. نعم. نلاحظوا ونشاهدوا حاجه تشبه من هذه، حاجه تشبه، حاجه تشبه معناها انا ما فهمتكش. فما عزوف من الاولاد، عزوف من الاولاد على البحث العلمي، على التعليم، وهذا يثبتوا معناها يحكيوا على الانقطاع المبكر على الدراسه. نعم. على خاطر ما عاد شكل التعليم هو المصعدك الاجتماعي اللي معناها اللي. نعم. كان في السنوات الماضيه. نعم. تفضل دكتوره زغريد. اللي يخص كما قالت علاش العزوف الاولاد على معناها على البحث العلمي وعلى المواصله في البحث العلمي، خاطر هو يعرف كونه هذيك ماهوش طريق مؤديه للعمل. نعم. دونك هو ولده في مخه باش يحل عائله وباش، دونك ما يقول لك باش نمشي نقعد بطال ما يساعدنيش. نعم. الوغ كو البنيه تقول لك ما يساعدش، هاني انا قاعده هكا ولا هكا ما عندي ما نعمل، تنجم تخمم اللي هي كي باش تكون عائله هكا، فما معناها نوعا ما عندها شكون باش يعاونها. نعم. مثلا عندنا عقليه زاده معناها حتى تو انا راه فيها في الديك معناها في الدكاتره ولا قاعدين يحضروا في سيد الدكتوراه حتى في المخبر اللي. نعم. ننتمي له، فما عقليه اللي تقول لك الولد من عمر معين ما عادش يتجرأ باش يمشي لدارهم يقول لهم اعطوني فلوس. نعم. البنيه حتى توصل عمر كبير تقول لك باقي معناها تقبل اللي هي كما يقولوا تاخذ مصروفها من دار. هيك علاش بوها وام. هيك علاش. نعم. تواصل في البحث العلمي. نعم. اكثر من الولد. نعم. هيك. نعم. معناها هذا شنو نقولوا المؤشر السلبي، احنا في الناحيه هذه السلبيه معناها. نعم. اذا في الجوائز ايضا معناها عندنا صابرين الشابي
صابرين الشابي اللي هي معناها متحصلة على جائزة أحسن رسالة دكتوراه في الرياضيات سنة 2020، ما نعرفش جاهز التليفون نتاعها ولا مازال. اذا صابرين، دكتوره صابرين تسمع فيها؟ الو عسلامه. نسمع عسلامه دكتوره، مرحبا بك. اذا نهنيك انا بحصولك على جائزه احسن رساله دكتوراه في الرياضيات لسنه 2020، انت في جامعه تونس المنار. اذا دكتوره صابرين، قلنا معناتها رساله الدكتوراه نتاعك في انا اختصاص. يعيشك، ميرسي على الانفيتاسيون ويعطيك الصحه. دونك انا جو سوي دكتور اون ماتيماتيك، دونك دكتوره في الرياضيات. اي دكتوره في الرياضيات بحث. دونك رساله الدكتوراه نتاعي حول اسامبتيك بيهيفير ان اوبتيماليتي فور سام ديكيريت اوف ذا انرجي اسوسييتد تو ذا سولوشن اوف ايموشن سيستم. اي تو احنا مستانسين نترجموا بالفرنسيه وانت عطيتها لنا بالانجليزيه. اي اش نعملوا احنا تو مع السادة المستمعين؟ تو نفسر لك. قل لي علاش خدمت على الاقل؟ باهي، اون فيت المعادلة اللي خدمت عليها هي معادلة في لا موديليزاسيون نتاع لا فيبراسيون. نمذجة. نمذجة اي بر. اي نمذجة نتاع البوتر. البوتر هي ستركتور ميكانيك، دونك مستعملة أكثر في الجين ثيري. نعم، في الهندسه المدنيه. اكزاكتومون. اكزاكتومون بالعربي. اي اعطينا شويه بالعربي اللي يسمعوا فينا معظمهم عرب. اسمع امشي باهي. اي اذا ما هو نحن هذه باغمي لي بروبليم، معناها احنا اللي سيد نتاعنا كلها فرنسيه ولا انجليزيه. دونك اي بالضبط بالضبط، ما يسالش، نحاولوا على الاقل كلمات الربط نقولهم بالعربي باش الساده المستمعين يفهمونا. اي إيه؟ دونك المعادله نتاعي هي كيما قلت لك في النمذجه نتاع مستعمله اكثر عند لي انجينيور في الهندسه المدنيه. المدنيه اي دونك سي لا ريشيرش. اذا انت توا بالنتائج اللي وصلت لها في رساله الدكتوراه نتاعك، وطبعا انت تحصلت على احسن على جائزة أحسن رسالة دكتوراه، شنو هي المشكل اللي كان قايم وحليته؟ لأنه البحث العلمي الهدف منه هو يحل المشاكل. فوالا، دونك احنا بيان سور إذا كان نحن نشوفوا حتى الكياسات، أنا باش نحاول نحكي بالعربية ونفسر بشوية. لا كي تجينا كي نجيو للكياسات ما تنجم تحكي كان بالعربية، لأنه الحفر والبد كوتي ودرا شنو ما تنجم تفسر لنا كان بالعربية. إي والجلت إي برا إي. دونك الكياسات نتاعنا اذا كانت تصير اي فيبراسيون ولا حاجه ديريكتومون تحس، معناها تصير كل الكوارث اللي صايره هذيك الكل. دونك المقاول مازال ما روحش وهو ديجا الكياس رجع بر. فوالا، دونك احنا في المات حابين نشوفوا معادله اللي تنقص من الحكايه هذيا وتكون معناها يستعملها الانجينيور باش يحل المشاكل هذي كلها. بالضبط، معناها انت باش نفسروا للساده المستمعين، انت جيت معناتها لقيت معادله رياضياتيه يستعملها مهندس الهندسه المدنيه باش يعرف اذا كانت تصير هكا حركه ولا معناها كيما نقول فيبراسيون نتاع الارض واحد كل شيء، الكياس شنو ينجم معناتها تنجم انت تنتظرش باش يصير له بعد كيما نقولوا شهر وشهرين ولا عام ولا عامين. هيك بالضبط، عملت بمانيير مبسطه على الاخر. بطريقه بسيطه جدا اللي تسمح المهندس معناتها يبلغها ربما حتى للعمال اللي يخدموا عليك الطريقه ذاك، فهمتني؟ اي وبالله انا هنا مش نسال، نحب نخرج شويه من المجال من الاختصاص لاختصاص، نحب نخرج شويه توا هذه، هل سيقع تثمينها النتيجه نتاع البحث العلمي هذايا ولا فهمتني الزغاريت اكثر من الكسكسي؟ اون فيت احنا ديما في المات ديما سابق، دونك النتائج اللي نلقاوها تنجم تطبق بعد 10 سنين و 15 سنه، دونك احنا نسبقوا سابقين باللي ريزولتا اون اتوندون انها تطبق نهار في نهار من نهارات بيان سور. في انتظار انه ينور الملح، اذا ربي يفضلك ويسترك ان شاء الله. نعاود نهنيك بحصولك على جائزه احسن رساله دكتوره في الرياضيات، انت معناها انت في جامعه تونس المنار في كليه العلوم. اي في جامعة تونس المنار في كلية العلوم في تونس. كلية العلوم في تونس، وما أدراك ما كلية العلوم في تونس. تحية ليك وتحية لكل العاملين في كلية العلوم في تونس،
بارك الله فيك، شرفتنا بالحضور، ربي فضلك وربي ينور ذاتك يا دكتوره صابرين شابي. طبعا مش تدخل على الكونكور السنه ولا مناظره ان شاء الله بقدره ربي اكيد ان شاء الله. والله انا ولو انه هو يقول لك المناظره بعنوان سنه 2019، هل انه من المتخرجين في 2020 و2021 مش يدخلوا فيها ولا هذه ما نعرفش. وثانيا معناها الاعداد هاني 8800 لحد الان، والدوله طالبه في حدود 1100. ما نحبش نحبتك، ولكن نحب المسؤولين يقولوا ان شاء الله نحلوا الابواب ولا نلقاو طريقه باش ندخلوا الباحثين حتى في القطاع الصناعي. بما انك تو انت تو هاك في الرساله الدكتوره نتاعك هاك تتعامل مع مهندسين الهندسه المدنيه في عوض هالكياسات نتاعنا المحفره وكذا وداخله بعضها، ان شاء الله يقع تثمين نتائج البحث العلمي بهدف الارتقاء بهذا الوطن العزيز. دكتوره صابرين الشابي ربي فضلك، نهارك طيب وان شاء الله في فرص اقل. حاجه بركه، نحب نشكر الجمعيه التونسيه للرياضيات على البخي اللي عطاتها. نعم بيان سور ما ينجموا كان يزيدونا موتيفاسيون ويخلينا نقدموا في العلمي. نعم. ونشكر زيدا جامعه تونس المنار على خاطر انا الباركور نتاعي الكل في جامعه تونس المنار وفي كليه العلوم بتونس بالذات، دونك نعم. نشكر الاستاذ اللي قررني دوغون الباركور نتاعي الكل. ان شاء الله نوجه لهم تحيه. ونشكركم انتم على الاستضافه. هي كان حبيت على خاطر في الاخر زعما نسيتنا حتى نحن اذاعه الحياه تفهم. إذا شكرا دكتورة صابرين، تحية ليك وتحية لكل الفريق العامل معك في المخبر الرياضيات بكلية العلوم بتونس جامعة تونس المنار. إذا مستمعينا الكرام جاء وقت الفاصل، إذا نخرج فاصل ثم نعود إن شاء الله لمواصلة الحوار. من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام نجد لكم التحية من إذاعة الحياة فام. إذا نواصل حوارنا مع الدكتورة سلمى النقزاوي البجاوي والدكتورة زغاريد زين العابدين التومي، اللي هما الاثنين معناها جرادهم معناتها ماتر دو كونفيرونس أستاذ محاضر. بالنسبة للدكتورة سلمى جاتنا من جامعة المنستير والدكتورة زغريد من جامعة سوسة. إذا دكتورة سلمى يبدو أنه عندك أرقام تحب تشير لها، تفضل المجال مفتوح لك. عندنا في الكور انسيون في الكور ا، نعم الكور ا هما الصنف في صنف ب وصنف ا في التعليم العالي. في التعليم العالي في الصنف ا على المجموع كامل معناها في الكل. نعم. يعني عندنا النساء يمثلوا 23.07%. نعم الارقام هذه موجوده على السيت نتاع نتاع نعم صفحه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. دونك نعم. موجودين الارقام هذوما نجموا نتفقوا فيهم. نعم. بالنسبه كي نشوف جامعه المنستير معناها كي نعملوا بحسبه معناها بسيطه نقاو نسبه النساء هذوما اللي في الكور ا هما 13.5%. نعم اللي هما الصنف ا اللي هو الاستاذ اللي عنده الحق يأطر رسائل الدكتوراه، اللي عنده الحق في التأطير. نعم. هذا هو. نعم. كيف نمشي ونشوفه بار سبيسياليتي بالاختصاص. بالاختصاص في الرياضيات يمثلوا 12% فقط في الرياضيات 12% من في تونس في جامعة في كلية العلوم بالمنستير. كلية العلوم مثلا خذينا مثال. نعم. اما راهي الارقام ما تختلفش معناها على الصعيد الوطني. نعم نعم. كي نشوف الفيزياء نلقاها 6%. الفيزياء 6%. الكيمياء اللي احنا نشوفوا فيهم البنات كلهم في الكيمياء. نعم. النسبة تتفاجأ 13%. 13%. لا انا تو لهنا نحب رغم العدد نتاع الطلبة اللي الناس كل يقول كلهم بنات يقراوا الكيمياء. الكيمياء عندهم 15 سنة راهم 20 سنة يقراوا البنات في الكيمياء. نعم. لكن توا ما وصلوا للدرجة A كان 13% فقط. اي لهنا. فما هذايا فراهو اليشيل انترناسيونال عاملين دراسات فما لو بلافون دو فيغ. نعم. فما سقف زجاجي. سقف الزجاجي. ما يخليش المرأة تقدم. علاش؟ علاش فما توا قاعدين يعملوا في دي دراسات يعملوا في يقول لك ممكن اسباب زاده ثقافيه اجتماعيه. نعم. نجم تكون حتى هي يحطوا لها في مخها اللي كهاو ما لازمكش نجم شكون اللي حط لها في مخ المجتمع هذه قلت لك معناها اسباب نجم تكون فما في توا معناها يعملوا في دراسات ويعطيوا في مقترحات معناها كيفاش
ينجموا يحسنوا من المردودية متاع النساء هذو. مثال مثلا نعطيك مثال بسيط نعرفوا احنا اللي في القهاوي نعملوا بحث علمي. في القهاوي تعملوا في البحث العلمي. ليه نحكي على الرجال من بين التوصيات يقول لك كيفاش تعمل بحث علمي اعملوا في مخبر بحث. معناها في إطار في الجامعة هذاك تولي تخلي المرأة تولي توصلها أكثر. أنا لهنا الكلمة دي كبشت فيها. معناها أنت توك جي في تعمل في الإحصائيات عن النساء تمشي تعملهم في مخابر البحث وفي الكليات وفي الكذا وكي جي تعمل في الإحصائيات عن الرجال تعملهم في القهوة. فاهمي لي الحكاية دي علي أخي النساء ما تقعدش في القهوة هاي القهوة كلها معبية بنساء. علاش تعملونا في الإحصائيات في القهوة إيش معناتها؟ لا بالنسبة للملاحظة اللي قالتها معناها ممكن نوضح شوية معناها على أساس اللي كونوا في نطاق البحث العلمي. نعم. معناها كيكونوا رجالة كهو ما يقلقهم مش كما نقولوا كما قتلك يقعدوا في قهوة ينجموا في وقتها يخدموا راهم على رواحهم. نعم. الحقيقة راهو بلي نقولوا احنا المجتمع قدم وبلي نقولوا راهي تطورنا. نعم. صعيب شوية مرأة سرتو في مستوى معين راهو نحكي باش تكون هي معناها قاعدة في قهوة مع رجال باش يمدوا يخدموا. نعم. لو كان معناها الخدمة هيك تصير في نطاق المخبر كما قلت لك في نطاق المؤسسة الجامعية. نعم. تكون معناها بالنسبة للمرأة راهو ديما فما راهو معناها حدود نتاع مجتمع اللي رغم التطور الكبير ديما موجودة. نعم. صعيب بالنسبة لها حتى معناها حتى بالنسبة للعائلة متاحها. نعم. حتى بالنسبة نقوله لزوجها باش تقوله ماشية باش نخدم في المخبر ولا باش تقوله ماشية احنا هما باش تلاقاو في القهوة مينا باش نقعد معاهم في القهوة خاطر ايه محليني انا معناتها مرتي ماشية للقهوة مرتي ماشية للقهوة تعمل في البحث العلمي تيما تو نصليو على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تو محليني انا المرأة هذا راهو على الانشال العالمية على فكرة هذه توصية ما هيش معنى خاصة بمجتمع انا كنت البرة انا عشت البرة 12 عام وهذايا الحقيقه ماهوش حكر كان على تونس حتى البرة الزدائية مش تمشي ال10 ولا 11 نتاع ليل القهوه قال شنو مش تعمل بحث علمي شد مضربك قال له بحث علمي باهي اذا توا نوصلوا باللي معناتها قبل ما تنجم تعمل بحث علمي في الجامعه هي مول هي من الجامعه هي توهيك نجم تنطلق المرحله هو البحث العلمي وين هو البحث العلمي في الجامعه اخي المقهره استثناءات معني ولو انه الجامعات اللي المتطوره اللي شفناها البرة وكل شيء راهي الحرم الجامعي في حد ذاته فيه فضاء معناها فضاء في وسط الحرم الجامعي البرة توا ماشيين في دي كومبلكس معناها مدينه كامله مدينه كامله هي الجامعه لا احنا مدينه كامله هي مازلنا شويه احنا مازلنا شويه حتى لين نريقلوا الكياسات خنتي الحرم الجامعي ما مش تمشي له على الكياس الكياس هاو محفور فهمتي فما حفره نشوف فيها هنا قدام كلية في القيروان والله الحفرة كل واحد يتقن خدمته كل واحد يتقن خدمته ونقدم شعر عمرها أكثر من 3 سنين والحفرة ذيك مازالت تلتو والحفرة ذيك أنا كله نتعدى نشوفها ربي إن شاء الله ينور الذوات وربي إن شاء الله يجريها على صلاح. إذا قبل ما نختمه معناتها أعطيني مجالات البحث يعني مثلا شنو معناه مجالات البحث يعني مثلا في المجال الهندسة الكهربائية نقوله ولا الهندسة الميكانيكية الناس الكل مش نحكي لك أنا الجامعات البرة اللي شفناهم ديما في في مخبر البحث فما واحد مختص في اللغه الانجليزيه باش يعمل يصلح المقالات العلميه تنشر باعتبار انه النشر ديما باللغه الانجليزيه موجود هذاك ديما في المخبر معناتها الناس الكل ترجع له باش يصلحك الجمل وكذا رغم انه الكفاءات نتاعنا تتكلم وتكتب باللغه الانجليزيه ولكن يقعد هو مختص في اللغه الانجليزيه وخير معناها هذه في الحاجه الثانيه الرياضيات معناتها جماعه الهندسه الكهربائيه والهندسه الميكانيكيه والهندسه العلوم الهندسه بصفه عامه اذا هما يبداو بالنمذجه الموديليزاسيون والنمذجه هذه تعتمد على معادلات رياضياتيه كلها ثم بعدين نتعداو لمرحله المحاكاه مع السيميلاسيون ثم بعدين نتعداو لمرحله التصنيع لكن صحيح جماعه الهندسه يفهموا في المعادلات الرياضياتيه وكل شيء ولكن احيانا تقعد ناقصه انا مش نعمل انتجرال عاده جماعه الهندسه يقول لك معناها ناخذ الكونديسيون انيسيال زيرو باش نرتاح مع الكونستانت هذيك لكن هي في كي تمشي انت الارض الواقع الكونستانت ماهيش ديما زيرو فما ديما معناتها اي لهنا هل ترى انه مجال الهندسه لازم يكونوا موجودين جماعه الرياضيات في مخابر البحث دكتوره زغاريد؟
يظهر لي هو هنا احنا هيك الفكره اللي نقصتنا في تونس كوننا ما نجمعوش بين مختلف المجالات، هذيك لازمنا معناها باش تتطور اي مجال يلزم تعاون بين مختلف المجالات، هو هيك اللي ناقصنا معناها في اي مجال علمي مهما كان هندسه تكنولوجيا فيزياء كيمياء تستحق معناها كيما نقولوا الواحد مختص في الرياضيات خاطر فما معناها مرحله معينه يكون هو حتى اسرع. نعم ما نقولوش احنا معناها بالنسبه مثلا للفيزيائي ولا بالنسبه للمهندس ماهوش باش يخلط، ينجم يخلط، اما وجود رياضي معاهم في المخبر يعاون ويسرع في النتيجه يسهل النتيجه اكثر. نعم هذاك اللي ناقصنا، معناها احنا ماذا بينا معناها حتى تو مثلا كي نحكيو على البطاله لو كان يقع دمج في كل مخبر يكون فما كما قلت انت اختصاصي في الرياضيات في الانجليزيه. نعم. يساعد منه ينجم يعاون على تنقيص نسبه البطاله، معناها هكا يلقى كيفاش باش معناها هذاك يلقى كيما نقولوا مورد بالنسبه ليلو وباش يعاون في التقدم بالنسبه للمجالات زملائه في البحث العلمي المجالات الاخرى. نعم. ويربح يربح برشا وقت. نعم. ساعات الرياضي اللي يعمل رياضيات يشوفها ليكواسيون نول يشوف النتيجه صفر. نعم. من غير ما يعمل كالكول. انا نحب نقول لهنا باش نعطيك الكلمه. أي. دكتوره انا نحب نقول لهنا انه اي ماكينه اي سيستم اي حكايه راهو هو تنجم بطبيعه الحال هو في النهايه كتله من المعادلات الرياضياتيه، ولكن كل واحد يحولها لمجال اختصاصه ميكانيك او هندسه مدنيه والى اخره. اذا الدكتوره دائما في نفس الاتجاه، معناتها كيفاش ينجموا يساعدوا معناتها الدكاتره او الباحثين في الرياضيات، كيفاش ينجموا يعاونوا مجالات العلوم الاخرى والهندسه خاصه وانه نحكيوا على الرياضيات التطبيقيه. معناتها احنا توا باش نحكيو على الفورماسيون في الرياضيات، التكوين التكوين كيفاش قاعد يصير. دونك اللي يعمل رياضيات يلقى روحه نوعا ما مكتف شويه خاطر ما عندوش انفتاح على العلوم الاخرى. نعم. وكل واحد في تحسه في جزيره وحده. نعم. كل واحد يخدم وحده وهما كلهم يصبوا في نفس الواحد. دونك نعم. لازم حتى لا فورماسيون مثلا التكوين نتاع الرياضيات انا ننصحهم اللي عاملين رياضيات بحته معناها مش نعم. تطبيقيه ولا حتى اللي عاملين تطبيقيه يمشيوا يعملوا اون فورماسيون باراليل. انت عامل بروبابيليتي ستاتستيك امشي الاقتصاد ما تخافش معناها تنجم. نعم. بالفعل فيها بيس معناها خاطر الموجود لابليكاسيون الي ديريكت. نعم. ناقص. نعم. ناقص لي ليان، ناقصين الروابط. نعم. ما بين هذه هو اللي نقولوه احنا تثمين نتائج البحث العلمي في الحياه وانعكاسه على الحياه على المجتمعات. اي دونك يلزم ان حسب رايي في التكوين مثلا انت تعمل في ماستر بروبابيليتيت فيه التوقع معناها التوقعات وكذا. يلزم تكون عندك ماده ولا عندك باحث اخر مثلا في الاقتصاد. نعم. باش تشوف انت التطبيق نتاع العلم هذاك الجانب التطبيقي يلزم يكون موجود اكثر واكثر في التكوين نتاعنا. نعم. وفي المخابر البحث يلزمها تكون متعدده. نعم. انت تعمل في الاناليز هارمونيك يلزم يكون عندك ان فيزيسيان الكترونيك. نعم. واحد يعمل الكترونيك خاطر. نعم. هذا باش تطبق واصلا حتى باش الاسئله اللي تتوجد معناها المشاريع البحث. نعم. تكون هي موجهه حقيقيه في مجال الاتصالات في مجال. اذا سعدت كثيرا باستقبال الدكتوره سلمى النجزاوي البجاوي استاذ محاضر ورئيسه جمعيه التونسيه للرياضيات، وكذلك الدكتوره الزغاريد زين العابدين التومي وهي الكاتبه العامه لجمعيه التونسيه للرياضيات وهي استاذ محاضر طبعا في الرياضيات من جامعه السوسه. اذا مجال الرياضيات مستمعينا الكرام مجال شاسع، الرياضيات ماهيش لحسابك هاو نحسب انا ونخرج معادله وناخذ عدد باهي في الامتحان، ولكن الرياضيات هي تدخل في كل مجالات الهندسه وفي كل مجالات الحياتيه والاقتصاد وكل شيء معناتها. ولكن هي اللي تخلي اللجنه هي اللي تحكم في اللجنه العلميه يعملوا كونفينمون ولا هي اللي تحكم في بطبيعه الحال. عافانا وعافيكم الله. نذكروا الساده المستمعين باش يكملوا يلقحوا اللي ما لقحش وان شاء الله ربي يحمينا الناس الكل. اذا سعدت ايضا باستقبال الدكتوره صابرين الشابي متحصله على جائزه احسن رساله دكتوراه في الرياضيات سنه 2020 اللي هي من جامعه تونس المنار، نوجه لهم تحيه. ثم الدكتوره ناهد الناصر صاحبه جائزه احسن رساله دكتوراه في الرياضيات التطبيقيه وهي من جامعه سوسه وهي حاليا تعمل بجامعه
لورين بفرنسا اللي دخلت معنا عبر السكايب. مستمعينا الكرام، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حصة قادمة من نجم، كان نتمنى لكم صحة جيدة وربي ينور ذاتكم وربي يقضي الأشوار، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. قبل ذلك طبعا يلزمني نشكر، قاعد يغزر لي هكايا ويستنى فيها، حب نشكر نوفل الشرطاني في هندسة الصوت ومحمد سيف بولعريس في الهندسة التقنية، إخواني اللي ديما معايا وديما نتدلل عليهم. ليلتكم سعيدة وإلى اللقاء. من الجامعة نبني الوطن، من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي.